صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في هذا الصباح الجميل والجديد واخر ايام الاسبوع. اليوم الخميس، يوم الاجازه بالنسبه للمجازين، لكن احنا ما يعني عندنا اجازه. صباح لكم بالخير جميعا، فردا فردا للزملاء خلف الكواليس، وايضا من معي في التقديم عبد الرحمن ودانا. صباحكم الله بالخير. صباح الخير نواف وعبد الرحمن، صباحكم الله بالخير مشاهدينا وكل من يتابعنا على شاشه تلفزيون دوله الكويت. بناخذكم مثل ما عودناكم بجوله صباحيه بالكثير من المواضيع وايضا الضيوف المميزين، لكن في البدايه اصبح بالخير على عبد الرحمن. صباح الخير. صباح النور دانا، وصباح الخير نواف، وايضا عليكم مشاهدينا الكرام. دائما يعني حتى المجازين، احنا غير مجازين لان دوامنا الغرض منه اكيد هو امتاع المشاهد من خلال المواد اللي نطرحها واللقاءات والمعلومات دائما اللي نذكرها والنصائح والتوجيهات والارشادات والكثير من المحتوى، يعني اللي نحرص على ان يكون ذات جوده عاليه ويواكب اكيد اهتمام الشارع الكويتي من خلال برنامج صباح الخير يا كويت. فان شاء الله تستمتعون معنا في الساعات القادمه من حلقه يوم الخميس. دردشتنا وسالفتنا بما ان خميس، فما ودنا نطول على المشاهدين بالمقدمه ودردشه خفيفه جدا جدا. هو تساؤل انا بطحت تساؤل بوهق زملائي، وهو مساله، وايضا هذا الاستاذ المشاهدين، لكن احنا ما نسمع يعني اراهم واجاباتهم. هل تتاثر بما تشوفه في وسائل التواصل، خاصه انا بروح الى تيك توك او انستغرام او سناب اللي فيهم مقاطع فيديو، اتكلم ما اتكلم عن المكتوب مثل تويتر، خاصه اذا كان المقطع يتكلم عن جانب صحي كنصائح مثلا، او اذا كان مقطع يتكلم عن جانب ديني او يتكلم عن اي واحد من الجوانب اللي ممكن يلمس شيء عندك، فهل تتاثر مباشره ولا لا تروح تاخذ الموضوع وتسوي بحث عنه؟ واو عبد الرحمن. اكيد الانسان يتاثر بكل شيء يشوفه وكل شيء حوله، ويعني اليوم قاعد ناخذ وقت كبير في القضاء، يعني نقضي وقت كبير نقدر نقول في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف فيديوهات وايد، فلا شك ان احنا نتاثر سواء بالفيديوهات او اي شيء يضحكنا او يزعلنا. والدليل على ذلك ان اليوم بعض الكلمات او بعض نقدر نقول الافيهات هذه اللي تطلع في السوشيال ميديا تتداول يداولونها الناس وتنقال في الدواوين، فلا شك ان اليوم تاثيره مباشر علينا، خصوصا اذا كان شيء ترند مجرد ما تتكلم فيه تلقى كل الناس تعرفه قبلك وشايفته وعارفه، صاير خبر قديم. اي خبر قديم بالضبط. يعني مثلا التاثير اذا بنتكلم على العاطفه اكيد يعني انا اتاثر عاطفيا، لكن في بعض الاوقات يعني اذا كانت معلومات طبيه او قانونيه او غيرها من المعلومات لازم اروح من مصدرها الموثوق عشان اتاكد ولا انحاز يعني لاي راي اخر. وممكن مثل ما قال عبد الرحمن سالفه الافيهات او الترندات اللي تصير مو بالضروري اني انا اتبعها، لكن في ناس يحبون انه يعني يواكبون الترند. والله اذا كان الموضوع اني اتاثر اني اشوف الخبر كخبر او اشوف المعلومه واخذها على نفسي، لكن انا قاعد اشوف بعض المقاطع اللي قاعد تنشر مثلا كنصائح طبيه، خلينا ناخذ جانب الطبي، من اشخاص ما هم اهل اختصاص ابدا يعني، فيقول لك والله من باب تجربه سو كذا وحط هذا على هذا وسو كذا وراح تشوف التجربه واسمع نصيحتي. هذه خلطات ام فلان وفلان؟ لا ليت ام الحين صار ابو بعد، الموضوع ما صار حصرا على النساء ولا حصرا يعني على ناس في مجال معين، صار الكل قاعد يصور ويحط هذه المنتجات مثلا. ويعني طيب الجانب السلبي فيها، هل معقول الواحد مباشره يجرب؟ يعني هل عندنا الانسان استعداد مباشر انه ياخذ هذه التجربه بدون ان يرجع؟ سبحان الله نواف، بعض الناس عندهم ما شاء الله لباقه بالكلام واسلوب جميل وقصه يأثر ويسرد لك ان هذا الدواء كان كذي والحمد لله بعد الله صار الموضوع، فيؤدي هذا الموضوع لاقناع الانسان انه خلينا نجربها. كان الرجال شكله والله فاهم، شكله عارف، والناس عاده يعني مو كل الناس تعرف تبحث عن مصادر طبيه يعني موثوقه، حتى الانترنت اليوم واحد بيرجع الى جوجل وغيره يكتب اسم الدواء او اسم العلاج يمكن ما يطلع له او يطلع له معلومات مغلوطه. بالضبط. حتى في الانترنت هناك بعض المواقع الكثيره اللي معلومات فيها غير دقيقة أو دراسات لا تناسب مجتمعك وغيرها من أمور سلبية. وبالنسبة للنساء؟ أنا بعرف تأثيرك، هل تتأثر بالسوشيال ميديا ولا والله لا؟ أنا ما أتأثر مباشر، لازم أسوي بحث لأني صراحة يعني عندي جانب خوف من أشياء تجارب أو ناس ما هم مختصين في هذا المجال، لأن مهما كان إحنا لسنا بفئران بيضاء، عرفتيها اللي هذه يسوون عليها التجارب. تجارب. وبعدين مو أي شيء ينقال لك، شوف مو أي شيء ينقال تقوله أو تنقله أو مو شيء تسمعه تقوله، نفس الشيء مو أي تجربة تشوفها قابلة للتطبيق. فهذه المسألة البسيطة جدا أن إحنا لازم نفلتر اللي قاعد نشوفه، خاصة أنا قاعد أخص الجانب الطبي اللي الناس قاعد تنقل تجارب من أعشاب من غيرها من الأمور
في تجاربها اللي قاعد تعرضها بسوسالته، عشان بعد لا يدعون عليك الناس، يعني اذا مثلا اعطيتها معلومه غلط واتبعها يعني وصار في شيء لا سمح الله، ممكن انه يقول ترى كله من فلان. اي يحطونه براسه. هذه سالفتنا دردشه خفيفه عبد الرحمن ايضا دانا في اليوم الخميس، بما انه ايضا عطله نطلع فاصل قصير ومن ثم نبدا حلقتنا على بركه الله. ضيوف حلقه اليوم محمد الصراف ممثل اتحاد المصارف الكويتي، النحال سالم العومي، الكاتبة والمعلقة الصوتية فاطمة العبد الله. صباح الخير، معاكم شيخة المحمد، تابعوني في فقرة ريوق اليوم في برنامج صباح الخير يا كويت. صباح الخير، معاكم علي سالم الحمد، باحث في الزراعة المائية، إن شاء الله راح أكون معاكم في فقرات متنوعة بما يخص الزراعة في دولة الكويت في صباح الخير يا كويت. ضمن الجهود المبذولة في وزارة الصحة لتوعية مرضى القلب، قام مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب في مستشفى العدان بحملة توعوية بمناسبة يوم القلب العالمي. وفي تفاصيل أكثر حول هذه الفعالية نبي نشوف وياكم هذا التقرير. حبينا في المشاركة في هذا اليوم أن نسلط الضوء على أمراض القلب والشرايين، وخصوصا الجلطات القلبية اللي نشوف منها أعداد بشكل كبير، خصوصا اللي يحولون إلى المركز. ولاحظنا من الحالات اللي نشوفها كثرة الأعداد الناس المدخنين زيادة على الأمراض المزمنة المتعارف عليها مثل السكر والضغط، وخصوصا للأشخاص اللي أعمارهم تكون أقل من 50 سنة. فالتركيز لهذا السنة يكون أهمية الإقلاع عن التدخين، وإن شاء الله إحنا في صدد إنشاء عيادة متخصصة لمساعدة الناس، خصوصاً الذين يتعرضون للجلطة القلبية ويحتاجون للقسطرة. المعرض اللي بيتم السنوي كل المرضى وكل الأهالي المنطقة بيتعرفوا فيه على مختلف الأمراض وكيف يتم الوقاية منها وكذلك العلاج المناسب لها. وإن شاء الله دايما الكويت في تقدم ودايما في نجاحات، ودايما إن شاء الله الكويت تقارن بالمستويات العالمية كما هي الآن. بالنسبة ليوم القلب العالمي هو يوم مهم للمريض أكثر من الطبيب، لأن يتعرف على الأشياء اللي لازم يهتم فيها من ناحية التغذية، من ناحية الرياضة، من ناحية استخدام الأدوية. فإحنا يعني نحفز المواطنين أن يشاركون معنا في اليوم، يزورون خيمتنا ويتعرفون على الأشياء اللي يقدمها مركز سلمان الدبوس للمرضى، وإن شاء الله تشوفونا يوم مفيد. ولا تنسون صحتكم والرياضة والاهتمام بالأدوية. يا
يا أهلا فيكم مشاهدينا، بنبدأ معكم في أولى لقاءاتنا. يعد الاحتيال الإلكتروني أحد التحديات الكبيرة اللي نواجهها في ظل التطور السريع والمستمر بعالم التكنولوجيا والإنترنت، وحول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ محمد الصراف ممثل اتحاد مصارف الكويت. حياك الله وصباح الخير. صباح النور. يا هلا. يا هلا، صباحك الله بالخير أستاذ محمد، رحب فيك في هذا اللقاء. وعن آخر الأساليب ويعني في اللحظة أو الآونة الأخيرة نشوف تعدد الأساليب في مسألة الاحتيال في كل ما يمكن للمحتال، سمى ما شئت، هاكر، محتال، أيا كان تسميته، للوصول وسلب ما لدى المتلقي. باختصار أو بشكل مبسط قاعد يصلون كل شيء، حتى مسجات مثلا وزارة الداخلية للتنبيه قاعد ياخذونها ويحطونها في الكذا. صحيح. وحتى الواتساب اللي هو يعتبر وسيلة الكبرى لتواصل الناس، ويمكن يستقصدون أو يبون ناس معينة من الشريحة اللي هم ما عندهم دراية في مسألة التكنولوجيا وغيره والتقنيات. صحيح. أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة، مشكورين. بساعتك. بالبداية حاب أشرح أنا الاحتيال، وهو أي فعل يهدف إلى تضليل شخص آخر عمدا للحصول على منفعة. والحاصل حاليا أكثر شيء الاحتيال الإلكتروني. الاحتيال الإلكتروني هو نوع من أنواع الاحتيال يتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة لإهام الضحية وسرقة بياناته وأمواله. هذا التعريف. هذا التعريف. حين أشرح. حلو. في وقتنا الحالي يتم أغلب عمليات الاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق المسجات، عن طريق المواقع التسوق الإلكترونية المزيفة، عن طريق الاحتيال الصوتي. يوهمك والله أنه مثلا ممثل البنك ويطلب منك تحديث بياناته. بالضبط. يوهمك أنه أحد من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، والله مثلا جدد بطاقتك المدنية وإلا. لا ترى ذكرني بالتطعيم. تطعيم. صح. وحاب أضيف في نوعين من الاحتيال اللي احنا كمختصين نشوفه، الاحتيال الثابت والمتغير. الاحتيال الثابت قاعد يصير مثل ما قلت انتحال صفة ممثل بنك أو جهة مختصة مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية مثلا، بالإضافة إلى الشركات الاستثمارية الكبيرة. يوهمك أنه موظف أحد الشركات الاستثمارية الكبيرة ويغريك بالربح السريع. بالضبط. مثلا ادفع 1000 تحصل خلال فترة قصيرة مثلا 4000، الشيء مو منطقي يعني. أو حتى تكييش القروض، دائما أسمع عن تكييش القروض، لكن أنا عندي سؤال، يعني أنتم كمختصين أجهزتكم مؤمنة ولا يعني تتعرضون لمثل هذا الاحتيال؟ طبيعي. يعني صار معك شيء يعني. إيه نبي نعرف يعني. محمد صرف المختص صار معه شيء وقدر يعني وما يعني قدر يتعامل معه بطريقة فنية وإنه محترف ويعرف النظام، ولا لا ممكن حتى المختصين؟ هي الاحتيال ما يدري والله محمد الصراف وهو يشتغل مجال مكافحة الاحتيال أو لا. وهو يروح على العام. بالضبط. مثلا أنا كشخص تعرضت لمحاولة الاحتيال، ولكن في أشياء تخليني أنتبه والله إذا هذه مثلا طريقة للاحتيال أو لا. مثلا يحاول يعطيني سعر مغري مثلا، خصم 50-60%، وأنا أدري مثلا شيء تو نازل. مستحيل الخصم الكبير يستعيلني، يا تدفع الحين يا خلاص راح عليك، ادفع لي دفع على الاقل وكيفك بعدين فكر ونوصل لك اي وقت. مثلا البريد الالكتروني اللي يوصل لكم والله وصل لكم طرد او وصل لكم شحنه، فادخل ادفعها عشان توصل لك اسرع. هذه كلها يعني كل واحد مر فيه. صح. صح. اخر شيء استاذ محمد، يعني اخر طرق المحتالين اللي اساليبهم اللي يعني رصدتوها وشفتوها ممكن هي اكثر تاثير على الـ يعني الـ اي شريحه من الشرائح، سواء يعني اللي عندهم حسابات في البنوك او غيرهم. حاليا المحتالين غالبا تركيزهم على الاشياء المتغيره. مثلا الحين احنا بموسم مثلا سفر مثلا، فيصير الاحتيال بمثلا تذاكر السفر، الفنادق، مثلا جاينا وينترلاند فيصير الاحتيال عن طريق تذاكر وينترلاند الوهميه. مثلا ودائما يروح على شرائح مثلا كبار السن يروح لهم وقت رمضان، مكاتب خدمات العمالة وغيره، زائد خصومات على الماتش للماي، على الشباب مثلا تذاكر مباريات خارجية وغيره، على فئة مثلا البنات عروض صالونات
ويكون دائما الشيء اللي يخلي الشخص ينشد صوبه هو يكون طريقتهم الجديدة. تكون يعني على رغبات وحاجات الناس. نعم. زائد في شغلة جديدة احنا متوصلين لها هي عروض وظائف. يكون احد من الاشخاص يدق عليك والله احنا نرضى عليك وظيفة. ما نبي منك شيء، تكون قاعد ببيتكم ولكن تفتح حساب بالبنك وتعطينا كافة بياناته، رقم السري، الاونلاين ويكون عندنا. فأنت هني الشق الأول اللي وافق يكون طايح ضحية احتيال. بالضبط. الشق الثاني منه اللي دقوا عليه وقالوا له افتح الحساب وعطنا واحنا نوظفك استعملونا في عمليات تحويل الأموال من حساب لحساب آخر. فإحنا طحنا هني هم في جريمة ثانية هي جريمة غسل الأموال. فهو بجريمة مركبة، ضحية احتيال وغسل الأموال. يعني صار عنده بدل يصير عنده جريمة واحدة صار عنده جريمتين. بالضبط. وحتى لو خلص من هذا ما يخلص من الثانية. وهو الأول ضحية مسكين. ضحية أي. الثاني لا دخل في الجريمة. أي. أستاذ إحنا يعني منو ما فينا يعني يحب إنه يتسوق عبر الأونلاين ويشوفه يعني سهل عليه روحته حق السوق، لكن في بعض الناس يحفظ معلوماته وبياناته البنكية في الموقع يعني عشان سهولة في مثلاً التسوق أو إنه عشان ما يدخل المعلومة كل مرة يدخل فيها السايت. هل هالشيء راح يعرضه إلى الاحتيال الإلكتروني؟ وبعد خصوصاً بعد جائحة كورونا اللي طافت الله لا يعودها، الناس تعودت وصارت دائماً تتسوق عن طريق الأونلاين. صار حاجة وشيء مهم بالنسبة لهم. إحنا نشوف أن هالشيء أكيد نأيد، بس لا سلبيات اللي هي لا تخزن معلومات البطاقة في هذه المواقع. هذه المواقع دائما عرضة للاختراق. مثلا أنت حاطة بيانات بطاقتك، حاطة اسمك، هذه كل أشياء تنباع. وايد أمثلة فيه شركات كبيرة مثل شركات طيران تعرضت للاختراق وخذوا معلوماتهم وباعوهم مقابل فلوس. زائد وايد من سلسلة فنادق عالمية صارت صح. فيها يعني مهما يكون البنك أو الجهة اللي تسوق فيها كبيرة فيها قصور من ناحية أمن المعلومات وغيره. طيب الحين خلينا نتكلم بشكل مبسط دانا أيضا للمشاهدين أستاذ محمد بأن الإنسان حين وصل لرسالة على أي وسيلة سواء واتساب أو أي وسيلة وسائل التواصل وصلت رسالة، وهذه الرسالة اللي صايغها يكون محترف بطريقة أنه والله افتح الرابط أو غيره. طيب الحين وصلت الرسالة وقعت بالفخ مثل ما يقولون، أول شيء أسوي شنو؟ يعني سابقا يقول دق على الشرطة، طيب الحين ما في شيء اسمه دق على الشرطة، شو الوضع اللي يصير؟ أول شيء الله يقول كنت ضحية احتيال مثلا. أول شيء دق على بنكك رقم الخدمة الهاتفية تقول لهم أنا تعرضت لعملية احتيال، وقفوا كروتي زائد خدمة الأونلاين. بعدها تروح أقرب فرع تأخذ كشف المعاملات زائد تحدث بياناتك، بياناتك المصرفية، وبعد ذلك تأخذ كشف المعاملات مالك وتروح لأقرب مخفر تسجل فيها شكوى. والمخفر بعدها يمشي بدورته. المخفر هو يقوم بالدور خلاص. يعني أنا ما تابع بعد المخفر. راح يستدعونك يأخذون أقوالك، والله صار كذي معي صار كذي معي. بس طبعا إذا في مبالغ راحت هذا يعني ترى هذا السؤال إنه هل البنك ممكن يتصرف بطريقة أخرى إنه يعرف وين راحت وين كذا؟ لأنت يعني أيضا عندك خبرة في البنوك، فمسألة إن هل البنك له علاقة إنه والله ممكن يعرف هذا الجهة ويكون يعني مساعد لي وللجهة الأمنية من خلال كشف المعاملات يبين المبلغ راح من أي بنك لأي بنك، من أي جهة لأي جهة. المخفر نفسه يطلب من النيابة الخاصة ويأخذون تفاصيل هذه العمليات، مثلا من بنك إلى بنك آخر راح يكلمون البنك الآخر زودونا بآخر العمليات واللي بعده واللي بعده إن شاء الله لين ترد فلوسه إن شاء الله. يعني من الإبلاغ إلى مثلا وقت استيراد أو استرداد النقود أو المال إيش كثر تأخذ العملية؟ والله في عمليات صعبة أن ترجع مثلا خلال شهر شهرين ثلاثة، اللي هي عمليات اللي احنا دائما نقول لا تعطون الاو تي بي. ليش؟ لأنه صعب استرجاع المبالغ اللي تتم عن طريق تزويد الاو تي بي. لا تعطون بيانات البطاقة، هذه تطيح تحت مسؤولية العميل، ولكن احنا كبنوك نسعى أن نسترجع هالمبالغ من خلال مراسلات مع الشركات العالمية اللي توفر لنا الخدمة المصرفية مثل فيزا وغيرها.
أما المعاملات اللي تكون مثلاً ما زود أي OTP ما حط باقت معلومات بطاقته وما له أي ذنب، فهذه البنك يراسل هالشركات ويتم استرجاع مثلاً خلال 90 يوم أو 120 يوم على حسب. طيب احنا انا عارف ان الكينت مثلا مبلغ 20 دينار او اكثر من 20 دينار يطلب رقم سري. صحيح. الان مساله الروابط في ليمت معين يطلب رقم سري ولا يطلب او تي بي ولا لا؟ هو فوق 20 دينار راح يطلب منك او تي بي. هي نفسها نفس الكينت، فما يقدر الطرف الاخر يتصرف الا بالرقم السري. صحيح. كونكم كممثلين لاتحاد المصارف، شو تقدمون من اهم النصائح اللي تقدمونها للناس اللي يعني لازم يلتزمون فيها؟ احنا اول شيء حط ببالك البنك ما يطلب منك لا او تي بي ولا رقم سري ولا رمز التحقق اللي يكون وراء البطاقه المسبقه للدفع وغيرها. زائد ولا يدق عليك واتساب ولا يطلب منك اي شيء، حتى يوزر نيم التطبيق والباسورد ما راح يطلبه منك. زائد خلك على يعني درايه بما يحصل حوالينك في عندنا اتحاد المصارف والبنوك والبنك المركزي، وانتم كاعلام مو مقصرين، كل مكان قاعد يطلع لنا اللي كنا على الدرايه، خلينا نشوف هالدعايه، خلينا نقرا هالمنشور طبيعي راح يفيدنا. لنكن على درايه، هو يعني الجمله او هذا الشعار واضح حتى بالمعنى ما يحتاج شرح، لكن عن هذه الحمله وهل هي مستمره على طول ولا هي موسم معين ومن ثم في مواسم ثانيه ايضا لنكن على درايه؟ انا عارف ان حمله مو جديده يعني، لكن كلمنا عن اللي لنكن على درايه، مستمره في مواسم ولا على طول؟ لا، هذه الحمله اخوي مستمره من 2021 الى بدات من 2021 الى وقتنا الحالي، وان شاء الله مكمله. هدفها رفع توعية العميل، معرفة حقوقه، معرفة آخر المنتجات وطريقة استخدامها، حقك عميل لازم تعرفه، زائد كتوعية من ناحية مخاطر الاحتيال والأشياء اللي لازم تعرفها أنت بخصوص أمن المعلومات. يعني الأستاذ محمد الصراف من اتحاد المصارف يقولكم لنكن على دراية، مو أي شيء يجيك تبطله إذا عندك أحد تستشيره أو تتصل عليه. ترى البنك فعلا ترى ما يتصل عليك واتساب، ما في أحد يتصل عليك واتساب إلا واحد من ربعك. شكرا أستاذ محمد. إذا في كلمة بتقولها حق المشاهدين، نصيحة توجهها لكل من يعني وده يعرف أو يسمع نصيحة عن موضوع الاحتيال خاصة في الآونة الأخيرة. حاب أوجه لهم كلمة أن لا تشارك أي بيانات حتى مع أقرب الناس، ولدك، أخوك، أختك وغيره، واحرص دائما قبل مثلا لا تفتح اي لينك، مثلا انا بشتكي على منتج معين فاسوي سيرش على حمايه المستهلك مثلا دائما الوزاره تكون على سبيل المثال وزاره الاعلام moi.gov.kw، احرص ان الموقع الوزاري يكون فيها هذه .gov.com وفيها قفل اخر شيء فيها هذه القفل احنا بس في عن طريق بعد احتيال على القفل بعد احنا عندنا تحفظ عليه عندكم تحفظ عليه. طيب شاكرين وجودك معنا استاذ محمد. الاستاذ محمد صراف الممثل لاتحاد مصارف الكويت، كل شكر لك والله يوفقكم ان شاء الله في كل حملاتكم، والله يكفينا شر المحتالين بكل وسائلهم مهما تعددت يدانا. كل الشكر لضيفنا وديروا بالكم. نواف تريكت ولا لا؟ والله صدق ما تريكت، كل من ابو حسين ما خلنا تريكت. احنا فقرتنا الجايه بتتكلم عن وجبه الريوق هو سبب البقاء بصحه جيده لجميع الفئات العمريه، خاصه عندما تكون هذه الوجبه متوازنه وصحيه، فهي تعمل على اعطائك النشاط والانتباه طوال النهار. بنشوف معاكم ريوقنا لليوم ووصفه جديده مع الشيف شيخ المحمد، خليكم معنا. شيف محمد مرحبا، صباح الخير. اليوم أكلتنا وايد صحية، أكلة وايد حلوة وجديدة وشبابية، فراح أبدي معاكم بالمقادير. راح نستخدم الفواكه، منها الفراولة والتوت الأسود مع التوت الأزرق، راح استخدم الروب اليوناني، الفستق، وهذا جرانولا أوريدي جاهز ومطبوخ بالعسل. راح استخدم قالب كذي عمقه يعني بسيط مو عميق وايد عشان يبين معاي الشكل الجمالي بالتزيين.
أول شيء أحط الروب اليوناني، أصفه وأخلي سطحه شوية مرتب عشان بحط عليه المكونات كلها. وقت الأكل طبعاً راح يخلط الشخص اللي بياكل المكونات. راح أبدي أقص الفراولة، بس أسويها أرباع يعني. حرصوا إن الفراولة تكون حالية، لأن أنا ما راح أضيف لها أي محليات، بس إذا حابين تقدرون تضيفون حق الأكل عسل، لأن الجرانولا اللي أنا قاعدة أشتغل عليها هي جرانولا جاهزة مطبوخة بالعسل. طبعاً الجرانولا تقدرون تسوونها حتى في البيت، تطبخونها مع العسل، مع اللي هو الحبوب مثل حبوب اللي هو يسمونه القرع، مع الأوتس ويا السينمون مع العسل. راح أبدي أزين الطبق أو أصف مكوناته عليه عشان يصير عندي تباين ألوان. بهالطريقة راح أحط التوت. طبعاً هذا الطبق حق شخصين، تقدرون تقللون الكمية وتخلون حق شخص واحد وطبق وايد أصغر، ما في مشكلة. وايد بسيطة الأكلة وايد لذيذة، تقدرون تسوونها حتى حق دوامكم من بالليل، يعني تصفونها وتسوونها وتاخذونها معاكم بالدوام. بحط لون أخضر والفستق، التوت الأزرق، حتى ألوانها تشوق حق ريوق الصبح. حتى اللي مسوي كيتو يقدر ياكلها، لان فيها بس توت، انواع التوت. هذا الجرانولا قلت لكم مطبوخ وجاهز، تقدرون تسوونه في البيت وتحطونه بعلبة زجاجية وتردوا له بين فترة وفترة. وايد في طرق موجودة بالانترنت تقدرون تطلعونها. وآخر شيء راح نحط رشة دارسين على الجرانولا عشان تعطيها الطعم الحلو. وإذا حابين مثل ما قلت لكم العسل، بس أنا عندي الجرانولا اوريدي مطبوخة بالعسل فمو محتاجة. طبقنا اليوم كان وايد صحي وبسيط ولذيذ وألوانه وايد حلوة. وعليكم بالعافية، وإن شاء الله نشوفكم في فقرات جديدة. لقاءنا القادم مشاهدينا الكرام حول موضوع جميل ومميز، والكثير من الناس يمر عليه هذا الموضوع وما ينتبه له، على أن يعني اليوم عبارة عن عالم كبير ووسيع، حيث يعد عالم الصوت عالم جديد حاليا. فمن خلال تعلم تقنيات الصوت يستطيع كثير من الموهوبين الحصول على وظيفة تدعم موهبتهم الصوتية. ويعتبر الصوت في عالم القصص والروايات منفذا جديدا في زخم التطور الحديث والبحث عن المعلومة السريعة. وإحنا نقصد بالصوت الفويس أوفر أو التسجيل أو الإعلان اللي تسمعونه في الجمعية ولا في أي مركز مكان. وهذا أفضل ما، ويعني أكثر شيء أعشقه في التقديم الأمانة، وهو اللي خلاني أصلا أدش في هالمجال. اليوم في مساحتنا الحوارية مشاهدينا سعدنا أن نلتقي بالأستاذة والزميلة فاطمة العبدالله الكاتبة والمعلقة الصوتية. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. أهلا وسهلا. حياك الله فاطمة، وإحنا سعداء بالحديث عن هذا الموضوع، خصوصا من شابة كويتية اليوم تخصصت في هذا المجال المميز. وإحنا نعرف من زمان
نسمع الأصوات يمكن في الإذاعة، إذاعة الكويت، ها التعليقات والأخبار وغيرها، فودنا يعني بس تعطين المشاهدين على عجالة نبذة عن عالم التعليق الصوتي. أول شيء علشان يعني نكون بالصورة، التعليق الصوتي يختلف شوي عن التقديم الإعلامي. يعني ممكن مثلا أقول لك أن المعلق الصوتي يقدر يكون مذيع، لكن مو كل مذيع يقدر يكون معلق صوتي. حلو. ليش؟ لأن التعليق الصوتي وايد يدش في مهارات الصوت، وايد يدش في تفاصيل الصوت، نبرة الصوت، تغيير تلوين الأصوات. فهذا يعني وجب التنويه على النقطة هذه، أن المسألة مش مو كل مذيع يقدر يصير معلق صوتي. بالضبط. لكن العكس صحيح. العكس صحيح، لأن المعلق الصوتي يكون متقن لجميع، يعني المفروض المعلق الصوتي الناجح. ممتاز. يعني احنا قبل أن ندخل الإعلام أو مجال التقديم أو غيره عبد الرحمن، كنا نسمع مثل بالكول سنتر أو الاتصال على جهة معينة حاطينهم شخص يرد في الرد الآلي مثلا، أو حتى لما نشوف دعاية معينة في تلفزيون أو غيره أو إذاعة أو مسموعة أو مرئية، فالصوت يشدنا أكثر من الصورة. صحيح. فمسألة أن الصوت يشد، متى يكون الصوت ملفت الانتباه للمتلقي؟ هل بنوعية الصوت، طبقة الصوت، أو مثلا الإعلان نفسه اللي حط يعني هذا الصوت بهذه الدرجة؟ هو على حسب الغرض من الـ هذا. مثلا عندك الاي في ار، الرد الالي، الغرض منه دائما ان الصوت يكون مريح للمستمع. بالضبط. لانه هو بديل عن شنو؟ بديل عن ان الشخص يقعد يم التليفون ويرد كل ما احد يدق. فالغرض من هذا مثلا الصوت الاي في ار، الرد الالي، انه يكون مثلا مريح للصوت بحيث ان الناس تسمعه ما تنزعج منه. مثلا عندك الاعلاني، لا هذا الغرض منه التشويق، فهني انا استخدم مهارات ثانيه للصوت بحيث ان اشد المستمع، اعلي شوي نبره صوتي بالبدايه، أأكد على كلمات احنا نسميها كلمات المفتاحيه، كلمات يعني اللي مثلا الجائزة الكبرى مثلا. أيوة. هذه مثلا لما اقول قيمة الجائزة هني لازم اعلي صوتي مثلا. فهي الغرض من التعليق. يعني وين يكون الغرض؟ يكون رفع الصوت او تنزيل الصوت. بالضبط. او يكون صوت انثوي او يكون ذكوري. اكيد هذه الامور كلها تفرق. بالضبط. وهذه المجالات بالمناسبه زميلي نواف جمعتها الكاتبه في هذا الكتاب. بالضبط. نعم. امتلك صوتك. عدل. نعم. امتلك صوتك، وهو موهبه مو اي واحد طبعا عنده صوت ممكن يقدم فيه اعلان او 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 مثل ما ذكرت الاستاذه، يعني كل واحد يقدر يتقن النبره هذه، سواء حزين ولا مستانس ولا اعلان مثلا تجاري او غيرها. فلذلك لكن يستطيع كل شخص ان يدرب نفسه انه يقدم، يرفع صوته او يقدم محتوى تجاري او تسويقي للصوت. هذه النقطه محل خلاف، ان كل شخص يقدر يسوي هذا الشيء بيوم من الايام. اكو ناس عندهم القابليه، يعني ان هم يتعلمون، بحيث ان انت لما يكون عندك شغف راح يكون عندك استمراريه انك انت تشتغل على نفسك. بس اذا انت صوتك مو زين خلاص ما ينفع انت تكمل. لا لا لا. ولا شلون؟ لا، في ممكن ان الانسان يتدرب عند الممارسه، يتقن المهارات، ولكن هني احنا هل مثلا هذا الانسان عنده عيوب خلقيه بالنطق؟ هني لا، لازم يراجع عند مختصين يعالج النطق عنده. في شغلات يعني لازم تتعدل، في امور لا فيها شغلات لازم تتعدل، لكن انسان طبيعي هني عادي لا، اللي صوته اساسا حلو هذا وايد راح ينجح اذا مارس. أسرع. وايد راح ينجح اسرع، وراح يكون عنده مثلا شغف، راح يكون عنده استمراريه، راح يصير في اقبال من برا، بالتالي راح يكون في يعني دافع للاستمرار. عندك شخص شخصيه يعني تحسين انها قدوه في هذا المجال، او انه يعني تتعلمين منه؟ ابوي. أبوي مدرس لغة عربية وكان مذيع مدرسة، وكان ياخذنا لما يكون عنده في تمثيلية أو شيء، هو كان يعني ماسك مسرح المدرسة. حلو. فكنت أشوف الشيء هذا منه، وكان دائما يشوفني أوقف قدام المنظرة وأسولف، فيقول إيش قاعد تسوين يا نيتي. زين. لما لا مع الوقت، وأنا صغيرة كنت دائما أمسك الجرايد أقرأ، خلاص مذيعة أخبار. لما هذه فاطمة مذيعة أخبار. حبيت المجال وانت صغيرة. بالضبط. لما لا حسيت أن التعليق الصوتي مو شرط مذيعة، يعني هو في مجالات ثانية، وبالفعل يعني دشيت المجال هذا. حلو. ممتاز. احنا متعودين نسمع صوت أصوات رجال في التعليق الصوتي، خاصة في الأفلام الوثائقية مثلا. صح. أو في التقارير وغيره، لكن الصوت النسائي مو نادر موجود، لكن القلة مقابل الرجال. يعني في تفسير عندك أستاذة فاطمة؟ والله هو على، شوف أنا دائما أقول مجال الصوتي أو التعليق الصوتي يعني ما في
صوب واحد رايح له. دائما مع تغير طريقة الإعلان، مع تغير ثقافة الإعلان، هو يتغير هذا المجال. فالحين إحنا يعني بالفترة هذه شايفين فيه لا دخول نسائي قوي بالنسبة حق النساء. بس في أماكن للحين النساء ما يقربون صوبهم، مثلا عندك التعليق الرياضي مثلا هذه صعبة شوي. تعليق الحماسي اللي هو مثلا خلينا نتكلم عن إعلانات السيارات، هذا شوي لا محتاج طبقة ثخينة بالصوت. عندك التعليق مثلا العطور، مع عطور ساعات يبون أصوات يعني شوي فيها أصالة وعراقة شوي، يبون شيء خيال وشذي أشياء إنه يعني الرائحة يعني تأخذك شيء. لا مثلا ما تشوف إعلام مثلا كويتي قديم يحمل طابع كويتي قديم، هذا لا يبي صوت كويتي ثخين. طيب أنا لحظة أبي مثال قبل أقول لي عندي، أعطيني أمثلة أنت قاعد تشرحين. أنا هذا مو لي، أنا قاعد أكلمك عن الشغلات اللي بس حق الرجال. فقط لا أبي الآن حق النساء. الآن أنا أعطيك مادة، هذه مادة إعلانية تتكلم على كل الشرائح، يعني ما تخص شريحة معينة. فشنو الطبقة اللي تختارينها، تختارها فاطمة للأداء الصوتي في هذا الإعلان؟ وين المادة؟ أنا أقول لك المادة تخيليها يعني. تخيل تكون مادة مثلا إعلان سيارات مثلا. هذه من المجالات اللي المرأة ما تدخل فيها، بس ممكن يعني نأديها. ممكن، لكن نادر تكون فيها المرأة يعني. انتوا شنو رايكم في اعلانات السيارات؟ انا اشوف ان معظم الاعلانات اللي تشارك فيها المراه اعلانات التسوق مثلا بالجمعيات التعاونيه. اليوم بس تجمعين تسمعين صوت الاعلان، ها يوم فلان ليش ما تشترين يوم فلان، شيء سوالف، ها هذا باللهجه المحليه وكذا. اي نعم طلع صوتي بالجمعيه مره، اتوقع سامعينه. اي جمعيه عشان جمعيه تعاونيه اتوقع في كل الجمعيات. تمارين اضافيه احجيات لمرونه والتطوير. اول شيء انا احييك على تاليف كتاب تاليف الأستاذة فاطمة، لأن هو في كتب لكن يكون خفيف ولطيف مثل هذا الكتاب وسهل جدا في للكل. أتوقع أنه ما تكلم عن شريحة معينة والكل يقدر يستفيد من للجميع. أنا منوها بالكتاب أن التعليق الصوتي لا يخص فقط الإعلاميين، ولكن كل منا اليوم يهتم بنبرة صوته. أنا لما مثلا زوجتي يتكلم زوجها، ولدي يكلم أبوه، شلون يتكلم معه بحدود نبرة الاحترام نسميها أو غيره. فاليوم هذا الشيء لا يختص يعني بشخص بعينه، ولكن ممكن الفئة الأكبر من القراء يستفيدون منه اللي هما الإعلاميين. ممتاز. اليوم المتصفح للكتاب في صفحة 21 عندك تمارين، وهذه التمارين الجميلة يعني ودي أيضا أقولها للمشاهدين، بحيث أي شخص قد يكون عنده موهبة اليوم فخليه يتدرب اليوم يسمع ويحاول ينطق هذه الجمل بطريقة ممتعة ومسلية. وأيضا اليوم الآباء والأمهات يقولون الجمل لأبنائهم، فيقيسون أكيد مدى لياقة اللسان. لياقة اللسان يا سلام، ومدى إمكانية نطقهم لهذه الكلمات. على سبيل المثال جملة، وجملة معروفة هي خيط حرير على خيط خليل، ويكررها مثلا حرف الخاء ده موجود في كل كلمة. صحيح. أكو ناس تلتبس عليهم هذه الحروف في كلمات أو في حروف تتاليها وراء بعض، يكون صعب النطق، حاجة بسيطة ما تستبسطهاش. أكو ناس ما عندها اللياقة، يعني أكو ناس تنتع في الكلام هذا لما تيجي تقوله، فهذه عضلة تحتاج تمرين دائما. وهذه الحجيات تنقال للتسلية، ولكن في منها يعني فائدة بالنهاية. أكيد طبعا، وأنا متأكد أن الكثير منها اليوم يشكل نقدر نقول مخارج حروف الإنسان. بالضبط. ولا ننسى الدور الإيجابي لمدى الثروة اللغوية وتمكن الإنسان من قراءة القرآن الكريم، ها والتجويد وغيرها من أمور يعني تساعد الإنسان في أن ينطق الحرف بشكل صحيح. وايد من الأمور اللي أنا منوها عليها كذلك اللي هي قراءة القرآن الكريم، من أكثر الأمور اللي تساعد على سلامة النطق والتشكيل اللغوي. دائما يقول لك حتى الاستماع إلى القرآن الكريم، لأن الأذن تعلم اللسان في مرحلة ما. فدائما لما أنت تسمع نطق صحيح وإعراب صحيح، حتى لو ما تعرف جذر القاعدة، ولكن يصير عندك حس سمعي أن هذا لا، هذه الكلمة غلط، ما أدري ليش، فعل مفعول ما أدري ليش، ولكن هي غلط. فيصير عندك حس الاستماع قوي. على طاري السمع فاطمة، أيضا عبد الرحمن، مو أي سمع ترى، في بعض الأصوات هي راح تسوي إشكالية في نطق الحروف، خاصة اللي يكون عنده أصلا سواء مقرئ أو مغني أو غيره صاحب صوت، يعني يكون عنده مشكلة في بعض الحروف، فهو يعني
ماشي باللحن اقصد يعني كقران او كاغنيه او غيره او نشيد او غيره. هل تعتقدين مثل هذه الاصوات اللي هي معتمده على الصوت مو على مخارج حروف ممكن تاثر على السمع فبالتالي تاثر على النطق؟ تقصد معتمده على الموسيقى؟ بالضبط، مو معتمده على النطق، يعني عنده مشاكل بالحروف لكنه قاعد يقرا او قاعد يغني او قاعد ينشد او غيره. انا دائما اقول ان النوع هذا من الأصوات ممكن أنه هو يعني يصعد في مرحلة ما، ولكن دائما العمل هذا يثبت نفسه مع الوقت. يعني ممكن واحد يسوي لك مثلا كامل الماركتينج حق التعليق الصوتي وتلقى مثلا بروفايل جميل في الإنستغرام وغيره، ولكن الشركات اللي أنت راح تتعامل معها ما تجامل على حساب أحد. فهي مثلا تدفع حق المعلق الصوتي مبلغ، تبي نتيجة، تبي فيدباك من الجمهور أنه واو إعلانكم جميل، أنا قاط مبلغ وقدره على الموشن جرافيكس مثلا، ما أبي وعلى تصوير مثلا وعلى مشاهد مثلاً مكلفة جدا، لكن وين نروح في هذه المشاهد إذا ما كان فيها صوت هي بالنهاية شخص يكلم الجمهور؟ هي بالنهاية لوحة فنية، أي عنصر مخل فيها ممكن يخرب اللوحة كاملة، لوحة متكاملة يعني. بالضبط. فإذا أنا مثلا جبت صوت جميل ولكن بالمقابل إخراج وجرافيك سيء، لا راح تطلع اللوحة غير جميلة. بالضبط. فالتعليق الصوتي أحد أهم العناصر لاكتمال جمال اللوحة الفنية هذه. يا سلام. أكيد، وهو مثل ما نقول عجبني التعليق الصوتي، هو أحد عناصر لي اكتمال جمال اللوحة الفنية. عبد الرحمن أقاطك بالخير، في مسألة الألوان الألوان الصوتية، معروف ومعلوم أن معلق الصوتي لازم يكون عنده دراية بهذه الألوان، لأن مثلا النص أو المادة الدينية غير المادة الإعلانية غير المادة اللي فيها تسويق إلى خلاخ. على موضوع الألوان، شنو الإمكانية الإنسان يتعلم التلوين في تعليق صوتي؟ نعم، بالنسبة حق هذا الموضوع دائما بالنسبة للإعلاميين دائما يصير عندهم ارتباط بنوع معين أو نمط معين أو لون معين، على حسب مثلا تلقى مثلا مذيع الأخبار دائما يلتصق بالنبرة الإخبارية. بالضبط. حتى تلقاه لما يسوي مثلا إعلان تسويقي حماسي، الآن تنزيلات في هذا لا تلقاه يقولها بنبرة إخبارية ما يقدر يطلع عنها. صح. لما يعتمد على القرار دائما هو دائما اي. فاليوم احنا كمعلقين صوتيين محتاجين انه يكون عندنا نوع من الشمول والمرونة، بحيث بالضبط بحيث ان احنا نتنقل بين الالوان والاحاسيس باريحيه. عندك الوثائقي، عندك الاعلاني، عندك التشويقي. اليوم في انا مناقشه الوان جديده من التعليق الصوتي، التشويقي الاغوائي. وتدخلينهم كلهم فاطمه؟ لا ما اقدر اقول لك اتقنهم كلهم، اقدر اسوي لك اياهم، ولكن انا عندي ملحوظه بهالمساله ان هم انا اشوف بحكم تجربتي ان كل معلق صوتي له ملعبه الخاص. اليوم لما مثلا يجيلك وين وين اللون اللي تحبه فاطمه عشان كذي هي تركز عليه اكثر او ممكن تميل له اكثر من الوان التعليق الصوتي؟ خلينا نقول مو انا، الطلب علي. طلب. الطلب علي على الرد الالي. حلو. زين، احنا نبي نسمع لون ايضا من الوان التعليق الصوتي، نبي برومو لبرنامج صباح الخير يا كويت اللي يبث يوميا من الساعه 8 للساعه 11 الصبح، وفي فقرات متنوعه وفي لقاءات. الحين تقول هنا نبي طبعا نبي نسمع منك والجمهور كذلك بيسمعون ارتجاء منك هذا التعليق الجميل، بما ان الناس اليوم كلهم يسمعوا تعليقك في الجمعيات، فاليوم نبي نسمع برنامج عشان يعرفون اي جمعيه موجوده. اكيد، بس في شغله نص اقراها. ارتجل ارتجل، تخيل يعني. ارتجل يعني هو الموضوع عن صباح الخير كويت، وفي فقرات وفي يعني ضيوف، وفي يبدا من الساعه 8 للساعه 11 يعني معلومات بسيطة. أوكي، أنا راح أقول لكم، بس أبي أقول لكم شغلة. اليوم المعلق الصوتي مو شرط يكون مرتجل. بالضبط. هذه مختلفة عن هذه. صح. ولكن في مجال جديد أو يعني خلينا نقول نمط جديد من التعليق الصوتي الحديث. لما تيلك شركة تعطيك فيديو بس. تقول حق المعلق الصوتي أبيك تعلق، أنا مو حاط لك شيء، أنا حاط لك صورة. أبيك أنت من نفسك تعلق على هذه الصورة بتعليق صوتي جميل. فاليوم ممكن جزء من المعلق الصوتي لازم يكون يعني مرتجل. نعم. وهذه يعني تعتمد على شطارة المعلق. كل هذا ما تبدو صراحة. خلنا نسمع التعليق. عندي شغل.
من الساعة كم لساعة كم البرنامج؟ 8 ل 11. فقرات حوارية، فقرات مقدمة منوعة. برنامج صباح الخير يا كويت. يبث يوميا على شاشة التلفزيون. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، اليوم برنامج صباح الخير من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا، فقرات متنوعة ونرحب بالجميع وشكرا لكم على المتابعة. شكرا لفاطمة العبد الله. يعني أحاول أجاريها. شكرا فاطمة وأبدعتي بحضورك، شكرا على هذا التأليف اللي فعلا الكل يحتاجه، يعني على الأقل في مواد مستفادة وكل أمثلة موجودة لمن يود أن يدخل هذا المجال في التعليق الصوتي. شكرا فاطمة. العفو. جزاك الله فاطمة، واحنا سعداء بوجودك معنا وسعداء بسماع هذه النبرة، ولا شك نفتخر بكل بنات وشباب الكويت اللي يؤدون هذا الأداء الجميل في الصوت، ولا شك على أنهم يعكسون ثقافة ولهجة كويتية جميلة إلى كل الإعلانات والأفلام في العالم. نروح إلى فقرة من أقدم تعليق صوتي. نعم. طيب تعليق صوتي يلا. مشاهدينا الكرام، جميلة أجواء الصباح مفعمة بالشغف، وحتى نرى فيها هذا الجمال من الحياة بشكل مختلف نحتاج كوبا من القهوة، ولنكن لإعداد هذا الكوب لابد أن نعرف القواعد وطرق للتعرف لهذه القواعد مع الباريستا عبد الرحمن الغريب. متابعة ممتعة. صبحكم الله بالخير أعزائنا المتابعين، وحياكم الله في فقرة جديدة من فقرات القهوة، وموضوعنا اليوم راح نتكلم عن طزاجة القهوة. خلونا نعرف أول شيء شنو المقصود عن طزاجة القهوة. لما أنت تشتري قهوة من السوق تبي تحافظ على النكهات والإيحاءات اللي موجودة في هذه القهوة لأطول وقت ممكن. بس خلونا نفهم شغلة، شنو الشيء اللي يخلينا نحافظ على القهوة لأكثر وقت ممكن، وشنو الشيء اللي ما يخلينا نحافظ على القهوة لأكثر وقت ممكن. بعد ما يتم تحميص القهوة في المحمصة ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون سبب إنتاجه لأن طريقة تحميص القهوة يكون في خلينا نقول احتراق للبن من المحمصة نفسها، فبعد ما يحترق هذا البن ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون مو مهم عندي وقت ما أنا أحضر القهوة، ولكن مفيد جدا وقت تخزين القهوة، يحافظ على القهوة لأطول وقت ممكن. فنلاحظ لما احنا نشتري كيس القهوة نلاحظ يكون هني موجود عندي فالف، هذا الفالف يساعد خروج الأكسجين لما أنا أبطل الكيس، يخليني أنا أطلع الأكسجين ويحافظ على ثاني أكسيد الكربون داخل الكيس. ثاني أكسيد الكربون يحافظ على القهوة لأكثر مدى أو لأكثر وقت ممكن، وثاني والأكسجين يقلل من محافظة القهوة لأطول وقت ممكن. فبالتالي الأكسجين مهم عندي وقت تحضير القهوة، وثاني أكسيد الكربون مهم عندي لطزاجة القهوة، ولكن الأكسجين مهم جدا وقت تحضير القهوة لأن ثاني أكسيد الكربون يحد من استخلاص القهوة في الماء، فلذلك الأكسجين فائدته مهمة وقت تحضير القهوة، وفائدته مو مهمة وقت تخزين القهوة. وثاني أكسيد الكربون فائدته للحفاظ على القهوة لأكثر وقت ممكن لطزاجة القهوة، ومو مهم وقت تحضير القهوة. أتمنى أن أنتم استمتعتوا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وحياكم الله في حلقات مختلفة عن القهوة. موضوعنا القادم مشاهدينا واضح مثل ما قاعد تشوفون على الطاولة قبل شوي في رقطة الكرين، عن حشرات جميلة ويعني عظيمة في صنع الممالك وصنع العسل، ويعني يعتبر النحل أحد يعني الحشرات المميزة اللي تشتغل اليوم بجد واجتهادها، تطلع من الصبح النحلة ما ترجع للمغرب اللي هي محملة بالرحيق عشان تحطها في الخلية. أكيد، وأي في أي عمل يعني دائما يقول لك خلية نحل وجهود كخلية نحل، هذا بسبة تنظيمهم ويعني أشياء مميزة في هذه الحشرة. إحنا راح نتكلم أكثر عن مخاطر عمليات الغ
الغش التجاري اللي تخص العسل حسب الأضرار اللي تلحق بالمستهلك وعندما تمس هذه العمليات غير المشروعة. صحة الإنسان تزيد في هذه الحالة المخاطر فيها يا عبد الرحمن. نعم أكيد، يمكن بعض الناس ما يدرون إذا هذا العسل صجي ولا مو صجي، فلذلك خير من يكلمنا عن هذا الموضوع النحال سالم العومي، وهو أحد الأشخاص المميزين اللي كثيرا ما له هذه اللقاءات والمعلومات التوعية دائما للجمهور. حياك الله سالم. الله يحفظكم ويبارك فيكم، صبحكم الله بالخير لكم وللمشاهدين. صباحك الله يحفظكم. أول شيء يعني إحنا قبل شوي تكلمنا عن الاحتيال الإلكتروني، خلينا نتكلم عن الاحتيال والغش التجاري اللي يصير بالعسل. طبعا مع الأسف خلال الفترة طافت لجأت وايد من الشركات للغش، ومع الأسف أكثر أن الإنسان هو يأكل العسل في نية العلاج، فهو يشتري هذا المنتج أو يشتري هذه السلعة على أساس أنه هو يأخذ الفائدة العلاجية، ويكتشف بعدين بالنهاية أن هذا العسل مغشوش، فهو أصلا مو ما فاده، لا بالعكس ضره يعني بشكل كبير. صح. أنا قسمت أنواع العسل إلى 4 أقسام، من المغشوش إلى الطبيعي الأصلي اللي إحنا نقدر نقول العسل العلاجي. اليوم في مصانع تصنع العسل الصناعي بالكامل، عسل صناعي بالكامل يعني لا في نحلة ولا في رحيق أزهار، بس في صورة نحلة على القوطي. إيه صورة نحلة على القوطي. هذا 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 أسوأ عسل موجود بالسوق، وله مسميات وايد. هو شنو؟ مايو شكر. ما يشكر بالضبط، مصنع، هو عسل مصنع، يستخدمون تكنولوجيا معينة طريقة معينة في تصنيع العسل. هذا أسوأ نوع، أردى نوع بالسوق. ثاني نوع أحلى نوع صح. هذا النوع يكون شكله وايد حلو وطول السنة نفس الشكل ونفس اللون، وتشوفه بالرف جميل يلمع رب يعني تشوفه كأنه ذهب. ثاني نوع اللي هو تجيب أنت النحل، يكون عندك نحل وتعطيهم ما يسكر، فالنحل ينتج لك العسل عن طريق السكر، ففي نحلة بس ما في رحيق. هذا النوع الثاني، فهي صج طلعت أو طلع العسل من بطن النحلة ولكن مو من رحيق الأزهار، فهني معناته يعني داومت بس ما بدون إنجاز. شلون داومت بس بدون إنجاز؟ بالضبط، داومت بس من غير إنجاز، لفت على سكر ورجعت. هذا ثاني نوع اللي هو إحنا نقول طلع من بطن النحلة ولكن ما في فوائد علاجية مكتملة لأنه مو من رحيق الأزهار. ثالث نوع اللي هو العسل اللي ينحط في مناحل أو مزارع يكون فيها رحيق الأزهار، وبنفس الوقت التاجر يحط السكر بحيث انه هو يزيد الانتاج، ففي رحيق وفي سكر مع بعض يعطيه انتاج كبير على اساس انه هو يقدر يبيع بكميات تجاريه. هذا ثالث نوع. اما رابع نوع هو النوع الصحيح، النوع العلاجي، النوع اللي الكل يبحث عنه، النوع اللي الام تبحث عنه حق عيالها، النوع اللي الاب يبحث عنه حق عياله، اللي هو العسل الطبيعي بالكامل من رحيق الازهار. يا سلام. وهذا اللي احنا المفروض نركز عليه لمناعتنا الشخصيه ومناعه عيالنا. وهذا الاصعب في نعم. ايجاده نعم. والاصعب في انتاجه نعم. والاصعب ايضا في يمكن الوصول اليه او الحصول عليه في موسمه. بالضبط. وهذا الاغلى، وعشان كذي يكون في انتقادات وايد على اسعار العسل. دائما يقولون ليش العسل غالي، ليش العسل غالي؟ الاصلي غالي طبعا، في ضعاف النفوس تبيع لك المغشوش بسعر الاصلي. يعني فتفتح لنا مجالات وايد في الغش، فاحنا دائما نحب نركز ان نقول حق المستهلك اسال، ابحث، اقرا، تحرى عن الشخص اللي انت تبي تشتري منه عسل، لان بالنهايه قاعد نقول انت قاعد تاكل العسل مو عشان تسديوعك، انت مو قاعد تاكل كيكه، انت مو قاعد تاكل مجرد ولا عشان تحلي ها؟ اي ولا قاعد تحلي روحك الكاكاو. بالضبط. اي يعني تبي تحلي بالضبط، اكل كاكاو، اكل بانكيك، اكل كيكه بمعرف ايش. انت اليوم قاعد تاكل العسل للفائده العلاجيه عشان انت تستفيد صحيا، وكثير من الناس عندهم امراض يقول لك انا ابي اعالج مرضي بالصبر بالعسل. وايد من الناس كذي. صحيح. نعم، ولا شك على ان اليوم فوائد العسل كثيره ومعروفه، لكن في نقطه صغيره ودي اتكلم عنها كثير من الناس يجهلها، هو الفرق ما بين النحال والعسال. عدل؟ اي عدل. فودنا منك شرح سريع للمشاهدين عن الفرق بين المهنتين. راح تحرجنا الحين قدام الناس. شوف، النحال يختلف اختلاف كبير عن العسال. النحال قلبه مع النحل. حلو. هو نحال مربي، يعني مربي للنحل. اي هو قلبه مع النحل، فلما يتم قطف العسل
يعني احنا نقول في القطف الجائر، هذه واحد الشغلات اللي هو الفرق بين النحال والعسال. القطف الجائر قطف العسل او استخراج العسل بطريقه جائره او بطريقه مزعجه تزعج النحل وتأذي النحل وممكن تسوي الى انهيار مملكه النحل، اللي هو اخر الموسم اخر الانتاج يشيل العسل كله. طيب ما انت ايش خليت حق النحل؟ بالنهايه النحل قاعد يجمع العسل عشان هو ياكله. احنا نبوقه طبعا، بس انا نبوق، احنا النحالين نبوق 70% ونخلي 30% لهم نصيبهم عشان اللي هو يكملون ياكلون. انا بالنهايه هو اكلهم وغذائهم اليومي اللي ياكلونه. فالعسال لا ياخذ العسل كله، ياخذه 100% ويسبب هذا في هيجان النحل، ازعاج النحل، يصير النحل شرس. يعني هو تاجر العسل العسال. إيه؟ وبالنهايه اللي هذا مخلوق كأنك انت تقول جبت حيوان اليف حطيته عندك في البيت، ارنب قطوه، ومنعت عنه الاكل او شلت عنه الاكل، شنو بيصير فيه؟ اكيد بالنهايه هذا برقبتك. زين يعني نقول نقدر نقول ليس كل عسال نحال صح، ولكن كل نحال عسال شيء كذي فيه لا او العكس كنا شيء كذي. المهم ان في شخص يجمع الشغلتين مع بعض، صح. وهناك شخص صح. تاجر بس يبيع العسل، فلذلك اليوم انك تشتري من شخص مربي للنحل هو اقرب وادق الى انك أكيد. تحصل على عسل أكيد. طبيعي حقيقي. تبي تاخذ مو بس على العسل، احنا نبي نتكلم عن جميع الامور. تبي تاخذ لحم خذ من شخص عنده غنم، تدري انه عنده غنم. تبي تاخذ سمك الخروف سهل، عاد شوف قدامك النحل ايش دراني اذا راعد جابت رحيق اليوم ولا ما يابت. بالضبط هذا يجرنا على سؤال ثاني، صح. ان شلون نعرف العسل الاصلي من المغشوش؟ وهذا السؤال دائما نساله بشكل كبير. انا عندي قناعه تامه في هذا الموضوع، ان الطريقه الصحيحه لمعرفه اذا كان العسل اصلي او مغشوش هي المختبر. لازم مختبر يطلع لك نتيجه علميه اكاديميه فيها جميع تفاصيل العسل. مو بس العسل، انسان لما يمرض، انسان يمرض عنده عقل يقدر يفكر وعنده يعرف مكان الالم وعنده لسان يقدر يعبر، بس ما يعرف شو العله اللي فيه ولا المشكله اللي فيه. فبالكم بالعسل صحيح، يعني تبي تعرف اصلي ولا مو اصلي من مجرد انك تفتح العلبه. فشي يسوي الانسان المريض؟ يروح عند الدكتور، والدكتور هو اللي يفحصه ويشيك عليه وكذا. نفس الشيء مع العسل، تاخذ العسل توديه مختبر. طبعا هذه العمليه صعبه، الحين بيقول بالتلفزيون بيقولون ايش دعوه باخذ العسل انا كلي شاري نص كيلو وبروح افحصه. لا، انا قاعد نقول بالبدايه اخذ من شخص ثقه انت تثق فيه ان هذا مؤتمن في استخراج العسل. نعم احنا يعني نعرف ان في انواع للعسل. اللي بالاستديو موجود ممكن تشرح لنا كل نوع شنو هو، لان قاعد اشوف ان الالوان تفرق. ويمكن حتى قوام العسل يفرق. نعم ما في شك، ممكن توضح لنا؟ ما في شك، لازم نذوق بعدين. العسل مثل الفواكه، يعني بحاول اعبر يعني بطريقه ان اسهلها للمشاهد اذا تسمحوا لي. العسل مثل الفواكه، الفواكه مختلفه، في تفاح، في مانجا، في برتقال، والتفاح نفسه في انواع، في التفاح الاخضر، في التفاح الاصفر، في التفاح الاحمر، والتفاح الاحمر في الامريكي وفي الفرنسي وفي كذا. نفس الشيء في عالم العسل، في السدر الكويتي، في السدر اليمني، في السدر العماني، في السدر الباكستاني، في السدر اللي كذا وكذا وكذا، في السدر المصري. ففي كل دوله في لها عسل متشابهة مع الدولة الأخرى، وكذلك نفس الدولة في أنواع مختلفة، كلها يعتمد على نوع رحيق الزهرة. يعني اليوم شجرة الموز تعطيني موز، شجرة المانجا تعطيني مانجا، ولكن هو النحل العكس مع النحل. هي النحلة تحطها عند أشجار السدر تعطيني عسل سدر، تحط النحل عند أشجار الطلح تعطيني عسل الطلح، تحط النحل عند أشجار مثلا الأكاسيا تعطيني عسل الأكاسيا. جميل. وهكذا هذا البيئة اللي موجودة هذا هو. فهذا الاختلافات. يختلف العسل. وإذا حطيتهم بالبر ما حسب، ممكن يكون في اللي هو النباتات البرية، نباتات البرية فيعطيك من النباتات البرية. فيعتمد أنواع أو تتغير أنواع العسل بتغير نوع الزهرة اللي هو الرحيق اللي قاعد ياخذ منها النحل، فيعطينا نوع من أنواع العسل المختلفة. ففي الدول الكبيرة شو تسوي؟ الدول الكبيرة تنقل النحل من مكان إلى مكان، يقول لك الموسم هذا موسم سدر، خلص الموسم، بعد ما يخلص الموسم نوديه إلى مكان ثاني لإنتاج عسل مختلف. وهكذا عالم كبير وشاسع ومنتجات كثيرة. وأنا أعرف كثير من الشركات اليوم اللي تبيع نحل كل شهرين ثلاثة ينزلون منتج جديد. نعم. بالمكسرات. نعم. بالمدريش بالحبوب المدريش كنك تتكلم عنه صح.
يا والامانه يعني صار الموضوع دوري، وقمنا نضيع يعني كمستهلك ما تدري شنو تاكل شنو تخلي، ويقول لك هذا فوائده كذي كذي وهذا شغله الفلانيه. شوف صار يعني نوع انا اقول لك احنا صار عندنا الفتره طافت، صار عندنا ناس وايد قالوا لنا احنا ودنا ناكل عسل بس ما نحب العسل، ودي يعني انا ودي اعدل من صحتي، ودي اقوي مناعتي، ودي يعني اسوي شيء لايف ستايل صحي، يعني اكل بشكل يعني يومي العسل اساس اضبط فيه صحتي، بس يا اخي ما احبه. لا تلومه، في ناس كذي يعني صح. نفسيا ما يحبونه. فقمنا احنا نسوي حركات مع الزعفران، مع الدارسين، مع المكسرات، مع غذاء الملكات، مع الكاكاو راح يخلص. فهذه الشغلات خلت المستهلك انه هو يحب انه هو ياكل العسل ولكن بطريقه مختلفه. يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني يزدهر هذا العمل وتكبر إن شاء الله كل الخلايا اللي موجودة، لأن كل ما زاد أكيد لأن له تأثير بيئي جميل جدا على صح. على البيئة. ها النحل ترى مو بس يعني إحنا بس نأخذ من العسل صح. النحل بنفسه يلقح النباتات صح. وينقل. أنا أدري إن الفوائد كثيرة صح. وفي أفلام وثائقية كثيرة تتكلم عن حياة النحلة هذه صح. الوحيدة اللي عمرها قصير لكن 6 أسابيع، تخيل 6 أسابيع شو تسوي؟ 6 أسابيع وتعطيك إنتاج جميل وفوائد علاجية كبيرة وطلع لك 6 منتجات. نعم. يعني تخيل، بس اسمح لي على التعبير شوية اللي بقوله، يعني عندنا مخلوق كبير اللي هو البقرة وزنها نص طن 500 كيلو، تعطيك منتج واحد. والنحلة هذه قدامنا الحشرة الصغيرة تعطينا 6 منتجات مختلفة. سبحان الله، والله في خلقه شؤون يعني سبحانه. وهذا شيء يدعونا للتفكر صج بهذه العملية العظيمة الكبيرة وشون هي بروحها، لكن تقوم شركة. ها صح. بس إذا تسمح لي أختم بشغلة، إذا تسمح لي أنا ودي أوصل رسالة عن طريق القناة أن نهتم بالزراعة والتشجير، لأن هذا جدا مهم، مو بس حق النحل، حق يعني حقنا إحنا كبشر. اليوم إحنا مع الأسف البنيان الجديد تغير، يعني الناس قامت يعني ما لومها لغلاء يعني الأسعار الأراضي، ولكن نحاول أن نوصل رسالة أن نزرع بشكل أكبر. نعم أكيد طبعا، خففوا من الكونكريت، كثروا القطاع الأخضر، وإن شاء الله تكون بيئة خضراء جميلة إن شاء الله. وأيضا أنا عرفت معلومة أن القفشة لازم تكون خشب مو معدن صح؟ هاي طريقة يعني الواحد يأخذ من العسل بالضبط. المعدن أن أهم شيء ما يكون حديد، بس الستانلس ستيل اللي هو المعدن غير قابل للصدأ هذا ما في مشكله. نعم يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لك النحال سالم العومي على وجودك معنا وعلى هذا اللقاء الجميل، وان شاء الله كل الناس تكون استفادوا من المعلومات الحلوه. تفاصيل مشاهدينا كمل معكم. ساعاتي ووقتي الكويت مدرستي، أهلي وتربيتي مالي غنى عنها، مني وأنا منها، الكويت هي أنا وأنا ترى كويتي، أرفع علمها وافتخر شوفوها أعلى من القمر، أرفع علمها وافتخر مشاهدينا. وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى أن هذه الحلقة أيضا استفدتم منها بكثير من الفقرات والحوارات اللي كانت فيها. شكرا لمتابعتكم، وأيضا للزملاء عبد الرحمن ودارة شكرا. شكرا نواف وعبد الرحمن، وبكذي نودعكم ونقول لكم إجازة سعيدة ومع السلامة. شكرا لحسن المتابعة، وأشوفكم في حلقة أخرى من صباح الخير الأسبوع القادم. مع السلامة.